Welcome back again to our pathology lectures. Today we will talk about healing on chapter 4. The process of healing. مرحبا بكم مرة أخرى. نتابع مع بعض محاضرة الباثولوجي علم الأمراض، ونتحدث اليوم عن الشفاء في هذا الموضوع. موضوعنا الأول، الجزء الأول في الشفاء. الهدف من هذه المحاضرة بعد الانتهاء منها، يجب أن يكون الطالب قادر على التعرف على وصف عمليات الشفاء. Describe the process of healing. After finishing this chapter, you should be able to identify or describe the process of healing. وصف عمليات الشفاء. Specify the pattern of wound healing. تحديد أنماط التئام الجروح. List the factors that influence wound healing. وضع قائمة بالعوامل التي تؤثر على التئام الجروح. Discussing the complication of wound healing. مناقشة مضاعفات التئام الجروح. And understanding fracture healing. وفهم شفاء الكسور في العظام. Definition of healing. The word healing used in a pathological context refers to the body's replacement of destroyed tissue by living tissue. عملية الشفاء تعريفة تتضمن هذه التعريفات، ومستخدم في سياق علم الأمراض. هنا استبدال الخلايا، استبدال الجسم للخلايا المدمرة والخلايا الميتة بالأنسجة الحية. وإذا كلمة الشفاء أو الهيلينج، the word healing، استبدال الجسم للأنسجة المدمرة بالأنسجة الحية. Process of healing. عمليات الشفاء. The process. The healing process involves two distinct processes. Regeneration, which is the replacement of lost tissue by tissue similar in type, and the other one is repair. So regeneration and repair. Healing by scarring, the replacement of lost tissue by granulation tissue, which matures from to form scar tissue. Healing by fibrosis is inevitable when the surrounding specialized cells do not process the capacity to proliferate. تتضمن عملية الشفاء عمليتين متميزتين. الأولى هي regeneration، التجديد، وهي عبارة عن استبدال للأنسجة المفقودة أو الأنسجة الغير موجودة التي فقدت نتيجة الالتهابات، كما شرحنا في المحاضرات السابقة. سو استبدالها بأنسجة مماثلة من النوع ولنفس المكان. أما الثاني، إصلاح الريبير، إصلاح الأجزاء المدمرة أو الشفاء بالندبات، الشفاء مع ترك أثر الندبي، هي استبدال الأنسجة المفقودة بواسطة أنسجة حبيبية granulation tissue، حبيبية تنضج لتكون نسيج، أو لتكون هنا لتكون عبارة عن نسيج ندبي. الشفاء من التليف، هنا الفيبروسيس أمر لا مفر منه، inevitable، عندما لا تمتلك الخلايا المتخصصة المحيطة بالخلايا المدمرة السابقة على قدرة التكاثر أو على قدرة على تجديد نفسها بنفسها. Whether healing
takes place by regeneration or by repair, scarring, is determined partly by the type of cells in the damaged organs, partly by the destruction or the intactness of the stromal framework of the organ. Hence, it is important to know the types of cells in the body. يتم تحديد ما إذا كان الشفاء عن طريق تجديد خلايا أو عن طريق الإصلاح أو الندوب كما وضحت في السلايد السابق، سواء كان بشكل جزئي أو كلي من خلال نوع الخلايا في المكان أو العضو المتضرر، وجزئيا من خلال تدمير أو سلامة الإطار destruction of the interaction of the normal framework of the organ من خلال تدمير أو سلامة الإطار اللحمي للجهاز، وبالتالي الجهاز طبعا الجهاز العضو هنا. وبالتالي من المهم معرفة هنا أنواع الخلايا في الجسم التي نريد نتكلم عنها. هذه صورة لبعض process hematosis application inflammation proliferation and remodeling. هذه هي كيف يتم الشفاء من الجروح والالتهابات عبر الجسم، وستأتي إن شاء الله في الشروحات القادمة. types of cells أنواع الخلايا based on their proliferative capacity there are three types of cells. أنواع الخلايا هنا بناء على قدرتها على التكاثر، هنا هناك أنواع ثلاثة من الخلايا: اللابايل سيلز، الخلايا الملصقة أو الخلايا التي تعمل على الالتصاق. These are cells which have a continuous turnover by programmed division of stem cells. They are found in the surface epithelium of the gastrointestinal tract, urinary tract, or the skin. هذه الخلايا لها انقلاب مستمر أو تقلب مستمر من خلال الانقسام المبرمج للخلايا الجذعية stem cells. توجد في سطح الجهاز أسطح الجهاز الهضمي أو المسالك البولية أو الجلد. مكونات جهاز الهضم وجهاز البول والجلد. stable cells الخلايا المستقرة. tissue which have such types of the cells have normally a much lower level of replication and there are few stem cells. however, the cells of such tissues can undergo rapid division in response to injury. for example, mesenchymal cells such as smooth muscle cells, fibroblasts, osteoblasts, and endothelial cells are stable cells which can proliferate. الأنسجة التي تحتوي على مثل هذا النوع من الخلايا لديها عادة هنا مستوى أقل lower, much lower level, أقل بكثير من التكاثر أو مستوى التكاثر، وهناك عدد قليل هنا من الخلايا الجذعية، ومع ذلك يمكن أن هنا تخضع الخلايا من هذه الأنسجة لانقسام سريع وتستجيب للإصابة. على سبيل المثال هنا تعتبر الخلايا اللحم المتوسطة مثل خلايا العضلات الملساء والخلايا الليفية والخلايا البطانية العظمية، هنا خلايا مستقرة ويمكن أن تتكاثر على هذا النحو من الانقسام. permanent cells الخلايا الدائمة. the
cells are non-dividing cells. هذه خلايا غير منقسمة. If lost, permanent cells cannot be replaced because they do not have the capacity to proliferate. For example, adult neurons, striated muscle cells, and cells of islands, the lens, having been introduced to the type of cells, we can go back to the two types of healing processes elaborated on them in this part in the inflammation process, or in the healing, sorry, in the healing process part discussed. هذه الخلايا غير منقسمة، لكن إذا فقدت لا يمكن استبدالها بخلايا دائمة لأنها لا تملك القدرة على التكاثر. هنا على سبيل المثال، الخلايا العصبية البالغة أو الخلايا العصبية المتقدمة في التكون، وخلايا العضلات وخلايا عدسة العين لا يمكن أن يتم تغييرها. بعد التعرف هنا على أنواع هذه الخلايا، يمكن العودة إلى نوعين من عملية الشفاء وتفصيلهم كما هو في هذه المحاضرة وفي هذا السلايدات. Healing by regeneration، الشفاء عن طريق التجدد، تجديد الخلايا. Down under. Definition، التعريف، التجديد. Regeneration، generate، meaning generate equals to bring to life. That means if you want to generate something, it means you will bring it back to life. Is the renewal of a lost tissue in which the lost cells are replaced by identical ones. التعريف هنا التجديد، هنا generate توليد أو إنشاء الخلايا، توليد الخلايا، ولادة خلايا جديدة، يساوي هنا إعادة الحياة للعضو أو للجسد أو للمكان الحاصل في خلايا مدمرة. إذا تجديد الخلايا يعني الحياة هنا لهذا المكان، وهو عبارة عن تجديد الأنسجة المفقودة، حيث يتم استبدال الخلايا المفقودة بأخرى متطابقة في بمثل الشكل والتكوين والمكان والوظيفة. Regeneration involves two processes: the proliferation of surviving cells to replace lost tissue, B, migration of surviving cells into the vacant space. يتضمن التجديد عمليتين أساسيتين: تكاثر هذه الخلايا الباقية في المكان لاستبدال الخلايا المفقودة أو الأنسجة المفقودة وتكوين خلايا جديدة، أو هجرة الخلايا المتبقية إلى الفضاء الخالي أو المكان الخالي أو الأثر الذي لا يحتوي، أثر المكان الذي لا يحتوي على خلايا نتيجة التدمير الحاصل من الالتهابات أو الجروح. The capacity of tissue for regeneration depends on its proliferative ability, degree of damage to stromal framework, and on the type and severity of the damage. This tissue formed of labile and stable cells can regenerate provided that stromal framework is intact. تعتمد القدرة النسيجية هنا أو قدرة الأنسجة على التجدد، تعتمد على القدرة التكاثرية أو قدرة الانقسام، أو ودرجة الضرر، شدة الضرر الذي تكون في هذا الإطار في مكان الإصابة، أو وأيضا نوع وشدة هذا الضرر أو شدة هذا الفقد من الخلايا. يمكن أن تتجدد هنا الأنسجة المكونة
للخلايا هنا من الأنسجة، من الخلايا اللاصقة والمستقرة، ولكن بشرط أن يكون هان الإطار هذا اللحمي الستورمال فريمورك is intact، يجب أن يكون سليم، intact. Intact in place it means سليم في مكانه وموجود حتى يتم تجدد الأنسجة من هذه الخلايا المتلاصقة أو اللاصقة مستقرة طبعا لهذا المكان وبالشكل المطلوب. Repair healing by connective tissue الإصلاح أو هو الشفاء بواسطة الأنسجة الضامة. Definition repair is the orderly process by which lost tissue is eventually replaced by a scar. A wound in which only the lining epithelium is affected heals exclusively by regeneration. In contrast, wounds that extend through the basement membrane to the connective tissue, as an example here, as a focus of this. So the definition here, الإصلاح هنا أو الشفاء بواسطة الأنسجة الضامة. التعريف هو الإصلاح هان. عملية منظمة يتم من خلالها استبدال الأنسجة المفقودة بمكان ندبة بندبة مكان الأثر أثر الضرر. هو عبارة أيضا عن جرح يتأثر فيه فقط lining epithelium الأغشية المبطنة هنا أو الأنسجة المبطنة بالشفاء عن طريق التجدد، ولكن في المقابل الجروح التي تمتد عبر هذا الغشاء القاعدي إلى النسيج الضام. Tissue containing terminally differentiated or permanent cells such as neurons and skeletal muscle cells cannot heal by regeneration. Rather, the lost permanent cells are replaced by the formation of granulating or granulation tissue. هنا لا يمكن أن تلتئم الأنسجة التي تحتوي على خلايا دائمة أو متباينة النهاية مثل الخلايا العصبية وخلايا العضلات الهيكلية عن طريق التجدد. وبدلا من هذا التجديد يتم استبدال هذه الخلايا الدائمة المفقودة بتشكيل أنسجة حبيبية بدلا منها. Granulation tissue formation, three phases may be observed. في تكوين الأنسجة الحبيبية هنا يمكن ملاحظة ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى, the first phase is the phase of inflammation. المرحلة الأولى هي مرحلة الالتهاب. At this phase, inflammatory exudate containing polymorphous is seen in the area of tissue injury. In addition, there is platelet aggregation and fibrin deposition. في هذه المرحلة تظهر الإفرازات الالتهابية المحتوية هنا على الأشكال المتعددة من الخلايا أو الإفرازات في منطقة إصابة الأنسجة أو في مكان الإصابة. بالإضافة إلى ذلك هناك يوجد تراكم في الصفائح الدموية ونجد أيضا هنا ترسب للفايبرين ترسيب الفايبرين في المكان على أسطح هذا المكان أو جدران هذا المكان بديل عن الخلايا المفقودة. The second phase, phase of demolition, المرحلة الثانية مرحلة الهدم. The dead cells liberate their autolytic enzymes and other enzymes such as proteolytic come from the disintegrating polymorphous. This is there is
such an associated macrophage infiltration in this stage. These cells are ingested or ingest particulate matter, either digesting the dead cells or removing it from its place. مرحلة الهدم هنا تتحرر الخلايا الميتة وتفرز إنزيماتها الذاتية هنا، وتأتي هاي الإنزيمات الأخرى المشتركه في المكان زي مثل انزيمات البروتوليتيك من تحلل هاي الاشكال المتعدده من الخلايا، ونجد هناك ارتشاح في الخلايا البلعمه او البلاعم في ماكروفاج انفلتريشن. هنا تبتلع هذه الخلايا الجسيمات سواء باستخدام خاصية الهضم أو خاصية الإزالة من المكان بعد تدميرها. Ingrowth of granulation tissue. This is characterized by proliferation of fibroblasts and ingrowth of new blood vessels into the area of injury with a variable number of inflammatory cells. نمو النسيج الحبيبي هنا يتميز هذا بانتشار الأرومات الليفية والخلايا الليفية واندفاع الأوعية الدموية الجديدة إلى منطقة الإصابة، اندفاع يعني تجدد نمو الأوعية الدموية والشعيرات الدموية الجديدة إلى منطقة الإصابة بدل المكان الميت، مع عدد متغير من الخلايا الالتهابية. Fibroblast actively synthesize and secretes extracellular matrix components including fibronectin, proteoglycans and collagen types 1 and 2. تتوالف هذه الخلايا الليفية بنشاط معين وتفرز هنا مكوناتها خارج الخلايا بما في ذلك الفايبرونكتين والبروتيوغليكان والكولاجين من النوع الأول والنوع الثالث. The fibronectin and proteoglycans, again proteoglycans, from the scaffolding for the rebuilding of the matrix. Fibronectin binds to fibrin and acts as a chemotactic factor for the recruitment of more fibroblasts and macrophages. So the synthesis of collagen by fibroblast begins within 24 hours of the injury, although its disposition or deposition in the tissue is not apparent until 4 days of damage. يتميز هذا النوع من الحركة هنا الفايبرونكتين والبروتيوغليكان من المكان لإعادة بناء الماتريكس المصفوف أو الشبكة، ويرتبط الفايبرونكتين بالفايبرين ويعمل كعامل كيميائي لتجنيد المزيد من الأرومات الليفية والبلاعم هنا، ويبدأ تخليق مادة الكولاجين بواسطة الخلايا الليفية في غضون 24 ساعة الأولى من الإصابة، على الرغم من إمكانية أن يترسب في الأنسجة. هذه الإمكانية لا تظهر إلا بعد 4 أيام من الإصابة حتى نرى التحسن. By day 5 في اليوم الخامس collagen type 3 is the predominant matrix protein begin produced, but by day 7 to day 8 type 1 collagen is prominent and it eventually becomes the major collagen mature of mature scarce tissue. This type 1 collagen is responsible for providing the tensile strength
of the matrix in a scar. بحلول اليوم الخامس هنا يتكون الكولاجين من النوع الثالث وهو عبارة عن بروتين الشبكة السائد الذي يتم إنتاجه، ولكن مع حلول اليوم السابع والثامن هنا من الإصابة أو من بداية الاستشفاء يكون النوع الأول من الكولاجين هو النوع البارز والسائد، ويصبح في النهاية هو عبارة عن الكولاجين الرئيسي لأنسجة هذه الندبات الناضجة. هذا النوع الأول من الكولاجين هو النوع المسؤول عن توفير قوة الشد لأنسجة الشبكة في الندبة أو في المكان، يعني هو اللي بيشد الأنسجة مع بعض ويعمل على التصاق هذه الخلايا ببعضها البعض. The tensile strength of the wound continues to increase many months after the collagen content has reaches its maximum level. تستمر هنا قوة هذا الشد في الجرح أو قوة التكوين هنا في الجرح في الزيادة بعد عدة أشهر من الإصابة، وبعد وصول هنا نجد وصول محتوى الكولاجين إلى الحد الأقصى وتقف هذه العملية، وبالتالي يكون هنا الشفاء للوند أو الجرح يكتمل. Wound contraction تقلص الجروح. Wound contraction is a mechanical reduction of the size of the defect. The wound is reduced approximately by 70 to 80% of its original size. Contraction results in much faster healing since only one quarter to the one third of the amount of the destroyed tissue has to be replaced. So if this contraction is prevented, healing is slow and a large ugly scar is formed. هذه مهمة النقطة في تقلص الجروح أو تقليص حجم الجرح. يتقلص حجم الجرح بشكل ميكانيكي، وهنا يتم تقليصه بنسبة 60 إلى 70 إلى 80% تقريبا من حجمه الأصلي في الأساس. الجرح بعد الإصابة يتقلص بنسبة 70 إلى 80%، ويؤدي هذا الانقباض إلى شفاء أسرع بكثير، حيث لا يجد هنا لا يجب استبدال سوى ربع إلى ثلث كمية الأنسجة المدمرة في المكان. ولكن إذا من تم منع هذا التقلص أو الانكماش أو الكونتراكشن هنا، يكون الشفاء في هذه الحالة بطيء ويتشكل ندبة قبيحة وكبيرة وغير مرغوب رؤيتها، وهذا ما يحصل في حالة أن الجروح لا يتم تقليص حجمها بالشكل المطلوب بالنسبة السابقة. Causes of contraction سبب الانكماش أو التقلص هنا. It is said to be due to contraction by myofibroblasts. The myofibroblasts have the features of intermediate between those of fibroblast and the smooth muscle cells. So the two to three days after the injury or the beginning of injury, they migrate into the wound and their active contraction decreases the size of the defect. يقال هنا في الكتب العلمية سبب الانكماش أو سبب تقلص الأرومات اللي فيها العضلية، هنا تتميز هذه الخلايا اللي فيها العضلية بميزات وسيطة وتتوسط هنا بين الخلايا الأرومية اللي فيها وخلايا العضلات الملساء. بعد يومين إلى 3 أيام من الإصابة تهاجر هذه الخلايا وتنتقل إلى حيث الإصابة ومكانها أو مكان الدمج اللي صار، ويقلص هذا النشاط حجم الديفكت أو الحجم الضرر الناجم في الجرح من خلال هذه الهجرة من مكان الإنتاج إلى مكان الجرح أو مكان الإصابة في الجسم.
summary تلخيص لشرح اليوم. Following tissue injury, whether healing occurs by regeneration or scarring is determined by the degree of tissue destruction, the capacity of the parenchymal cells or proliferate, or and the degree of destruction of the stromal framework, as illustrated in the this slide. بعد الإصابة هنا في الأنسجة يتم تحديد ما إذا كان الشفاء عن طريق التجدد للخلايا أو الندب أو تندب الحاصل من خلال درجة أو شدة درجة تدمير الأنسجة هنا في المكان، وقدرة هاي الخلايا بشكل متناظر على التكاثر، أو الخلايا المتناظرة هنا على التكاثر، ودرجة تدمير الإطار اللحمي والإطار الخلوي كما هو موضح في هذه المحاضرة. In the above discussion, regeneration, repair, and contraction have been dealt with separately, yet they are not mutually exclusive processes. On the contrary, the three processes almost invariably participate together in wound healing. في هاي المناقشة اللي تمت في هذه المحاضرة أو في هذا الشرح، يتم التعامل مع تجديد وإصلاح وانكماش الخلايا بشكل منفصل، ومع ذلك فهي هذه العمليات ليست عمليات حصرية متبادلة بين بعضها البعض، ولكن هي على عكس ذلك تشارك هذه العمليات الثلاث دائما تقريبا معا، كلها مع بعض تتعاون وتتشارك في التئام الجروح، وهي عملية الريجنريشن والريبير والكونتراكشن اوف وندز. شكرا لحسن الاستماع، وأرجو أن تكونوا معنا في محاضرات قادمة. لا تنسوا الاشتراك في قناة اليوتيوب لتتبع كل ما هو جديد. Thanks for watching and please subscribe to our YouTube channel for more discussion to come, and have a good day for everyone.